قبل زيارته لمحافظة السويس وجولته التفقدية للمشروعات القومية بها، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الإفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال مدبولي أن هذا الحدث يعد حدثا هندسيا تاريخيا يدعو للفخر ويعبر عن مصر الجديدة. وأكد وزير الإسكان خلال زيارته الأولى للعاصمة الجديدة أن التنمية العمرانية في مصر تأخذ شكلا جديدا، موضحا أننا دخلنا في مرحلة جديدة في تاريخ البناء بمصر الحديثة.